القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 211 يعد الفريق الملكي ريال مدريد هو أكثر فريق تمكن من تسجيل الأهداف في الدوري الأسباني في آخر 10 دقائق من المباراة، حيث سجل 21 هدفا أكثر من أي فريق آخر في دوريات أوروبا الخمس الكبرى. وكان مارسيلو نجم الفريق الملكي قد نجح في تسجيل هدف الفوز للريال في الدقيقة 86 من المباراة، وهو الهدف رقم 21 للفريق في آخر 10 دقائق هذا الموسم. تصنيفات الخبر ريال مدريد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.